السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو حين تحتوى كيفية استغلال القناة وفيديوهات القناة في الدراسة. اوكي، روحوا هنا، دخلوا بعد ما تدخلوا يوتيوب اكيد تكتبوا اونجلي مع بيلدو، ضغطوا عليها هنا، ضغطوا هنا، دخلوا القناة. بعد ما تدخلوا القناة اوكي، ديروا ابوني للقناة، يعني ديروا اشتراك للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. بعد ذلك روحوا هنا البلاي ليست، بلاي ليست راح يلقاو دروس البكالوريا لجميع الشعب هنا، من الباسيف اكتيف الى الريبورتد سبيتش، الى يمكن ايضا تلقاو كلش هنا دبليو اتش كويشنز، اسئله دوما تذكروا في البكالوريا. اكيد بزاف اتس هاي تايم هذاك الدرس اللي قاعد يتكرر كذا في البكالوريا. دروس البكالوريا كيف تكتب فقره انلس اكيد الباسيف اند الاكتيف. بعد ما تخلصوا لهنا دروس بكالوريا جميع الشعب هذا ريبورت سبيتش الى اخره، اللي يحب يحل البكالوريا السابقه راح تلقاو الحل هنا، حل مفصل اكيد هنا، ها تلقاو هنا الشعب العلميه والادبيه اكيد، حيث تلقاو تصحيح النموذجي والتصحيح ومواضيع مقترحه. وفي الاخير لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لتصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.